ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أدت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة زاغورا إلى حدوث العديد من المستنقعات والبرك المائية بمعظم الشوارع الرئيسية للمدينة. وحسب مقاطع فيديو متداولة، فإن الأمطار الرعدية التي عرفتها المدينة أغرقت العديد من الأحياء، بحيث تسربت المياه إلى المنازل. وأوضحت المصادر أن عاصفة رعدية ضربت المنطقة أمس الأربعاء، ما تسبب في تحويل معظم الشوارع إلى برك مائية، الأمر الذي أثار خوف الساكنة. وأكد المصدر نفسه أن الساكنة طالبت بإعادة النظر في البنية التحتية للمدينة لتفادي وقوع كارثة، لا سيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء.